تجد التلميذة حسناء وزميلاتها ظالتهن في هذا الفضاء الرحب، حيث المطالعة والقراءة والبحث عن الكنوز المعرفية للكتاب. إنها مكتبة الزاوية التجارية بتماسين، تقدم خدمة مميزة للوافدين عليها من طلبة وباحثين. جو هادئ يمكنك من تفهم واستدراك العناوين والكتب ودراستها. وأشكر الطاقم المكتبي هنا وعلى رأسهم شيخ الزاوية التيجانية الشيخ سيدي محمد العيد التيجاني. أنا بالنسبة لي في تخصص الأنثروبولوجيا تحصلت على عدة مراجع هنا في مكتبة الزاوية التيجانية، والحمد لله يعني حتى المكتبة موفرة لنا حتى ميموارات جامعية. يتوفد علينا يعني من أطفال من سنة حضيري إلى الجامعي وكذلك شريحة العمال وكذا، ونقدمون ونحاول أن نعاونهم في جلب المعلومة. رصيد وثائقي تحتويه هذه المكتبة في مختلف الميادين العلمية والفكرية، من بينها الكتب الموجهة لفئة المكفوفين والمسعى نحو رقمنة هذه المحتويات. تحتوي على 34012 كتاب وما يقارب 17433 عنوان. جاءتنا مجموعة معتبرة من الكتب الخاصة بالبرايل لفئة المكفوفين. كما تقدم هذه المنشأة التي تتفرع عن المجمع الثقافي للزاوية بالعديد من الأنشطة عبر فتح أبوابها لكل شرائح المجتمع، بهدف التشجيع على المقروئية وغرس ثقافة المطالعة خاصة عند الناشئة.